السلام عليكم، أني شلونكم؟ صباح الخير، صباح النور، إمام العلا عليه السلام، أبو الحسين، أبو الحسين والحسن والعباس، وأبو الكل هو عنده جهال هواية، والحسين يصير أخو الحسن عسكري. حسن عسكري سمموه، والحسين قطعوه من عشان وقطمه راسه. الحسين وابو فاضل عليه السلام، دخيلك يا ابو فاضل طويل حيل، من يصعد من حصان رجليه تنزل بالقاع، ومن يضب هذا المنزل ماله يطبيه يا راسي يدنق من يفوت، يدنق للإمام العباس عليه السلام. أبو فاضل دخيلك يا أبو فاضل طويل، قطموا أشفوفه قطموهم، قالوا الإمام القاسم اليوم عرسك تلو وقطموا ريشه قطموهم، الإمام العلي طبروا السيف. سير طبروا أجاله نبو نور محمد، شو صير من فاطمة الزهرة مرته، صير مرته الشمر، دفعوا الباب عليها انكسر ضلعها، والطفل بطنها مات، هي طفل عندها بطنها مات، والله مات، ويلا شباب. جاله ولد يريدون منه أكل الفطور، هم أهل البيت دائما فاطمة الزهراء تخبز لهم خبز، يعني يتغيرون تمر ولبن وخبز، التمر اللبن وخبز يتغيرون به يتعشون به يفطرون دائما. جاله واحد ولد، قالوا لي يا نبينا أطلب منك طلب، يا أبي ما عندنا أكل، أقول ما عندنا فطور، وسوى الإمام العلي سوى.